توب ستوريز اليوم من التوب ستوريز حملة بكفة يلي عم نتبعها أكيد عبر الأخبار عبر الصحف، عم نتبعها كمان على الأرض هالحملة يلي بتهدف إلى أنه الزبالة ما يكون فيها مشهد مثل المشهد اللي شفناه مبارح بشوارع البوشرية، وأكيد إذا شتت الدنيا بعد شوي رح نشوفها بشوارع أخرى كتيرة. حملة بكفة أتت ثمارة ولكن أكيد الشغل بعده كتير، خاصة مع كل العقبات يلي بتواجه جمعية فرح العطاء. معنا باستوديو سامي شنيعي متطوع بفرح العطاء، أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك. يعني حتى إذا بدنا ندبر أمورنا ممنوع؟ هيك الهيئة، هيك الهيئة. بس لا، في 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 تجاوب مع العالم، وعم نشوف تجاوب من وقت ما بلشنا الحملة. نحن بلشناها للحملة بعشرة شهر، كان عندنا ثلاث محطات ببعبدة، حد العدلية، حد الرون بوان بالساحة على طريق الشام وبالجمهور. هلا هو القصة انه نحن عم نعمل كنا نموذج، مش نحن اللي عم نشيل الزبالة اول شيء، لانه الزبالة ما مفروض تنشال لانه ما في محل نحطها. تاني شيء عم نخليها محل ما هي، عم نوضبها، وما فينا نحن نعمل كل الشغل. دونك هيدا نموذج لنتاكد اول شيء انه هذه الشغله بتنعمل وكيف بتنعمل ومفيده وشو شو النتائج تبعها. يعني هلا يمكن ببين بعدين بالصور، في حاطين نحن من بعد ما ضبينا الزباله وحطيناهم بكيس عازله، لانه هو في كيسين، في كيس بلاستيك بقلبه بتنحط زباله، بيرجع كيس ثاني مثل الجنفاس محيك بلاستيك كمان، هذا بيتنفس شوي وهذاك عازل من المي. دونك الطريقه اللي اتبعناها تبين انه من بعد ما صارت اخر عاصفه امبارح تبين انه مفيده. هيدا من بعد العاصفه؟ لا هيدا كان بعدنا أوكي. بالشغل، هيدا اخر محطه كان عندنا اياها. كل مره عم نشيل حوالي 25 طن، عم بيكون في معنا تقريبا بين ال 20 وال 40 متطوع، هو المتطوعين فرح العطاء. ولذكر كمان انه تير ليبان هي اللي بلشت بهيدي الفكره، المهندس بيير ابي راشد هو كان طلع بهيدي الفكره من بعد ما اكيد غربلنا كل الافكار من الاخصائيين البيئيين، وتبين انه هيدي الطريقه بالوقت الحالي اللي هي كثير مؤقته، يعني نحن ما فينا نقول انه هيدي الطريقه بدنا نحن نتبعها لمدى الحياة. يعني بالنهاية الطريقة الوحيدة اللي مفروض نحن نشتغل فيها هي الفرز عند المصدر، وهيدي الطريقة مش بس فينا نعملها بالبلديات، يعني هاي الدعوة أكتر للبلديات من للمواطنين، لأنه الدولة عاجزة بس البلديات منهم عاجزين والمواطن منه عاجز. عم ندعي البلديات تعمل هيدي الطريقة. إذا بتعملها مثلا مرة بالجمعة بيكون في عندها بتشيل يمكن تقدر زباله بظرف ساعتين، اللي نحن شلناه بنهار متراكم على اشهر. بالتحديد شو المطلوب؟ المطلوب اول شيء البلديات تاخذ، البلديات تاخذ مبادره انه الزباله قدام بيته كل واحد بده يشيلها. اوكي. بدهم يصير في فرز من المصدر، وهيدا الفرز البلديه كمان بدها ترجع تاخذه على عاتقها. ثالث شيء تدعي متطوعين او الناس اللي عم يشتغلوا بالبلديات يوضبوا بهيدي الطريقه طالما ما في عندنا محل نحط فيها زباله. عمال البلديه. ان كان عمال البلديه او متطوعين المنطقه، يعني نحن كلنا مسؤولين بالنهايه وهيدي زبالتنا. طبعا. ما في عندنا غير طريقه. نعم. مش مهمين، بس انه في حال، يعني لانه نحن عم نشوف انه اوقات كثير بكثير من الاحياء والمناطق الزباله عم تختفي، منها موجوده نظيفه المنطقه. مش وين عم بتروح هيدي الزباله؟ وباي ولا طريقه؟ ولا بعرف ولا انت بتعرفي. بتصور شفناها بالبوشرية آخر شيء، ونحن رفضنا هذا الشيء. وأنا شخصيا لأنه بعتبر حالي مسؤول كمان من بهالشغلة، أنه بالنهاية هيدي زبالتي أنا قدام البيت عندي، أنا رفضت أنه يجوا يشيلوا زبالة، لأنه بيصيروا يكبوا كلمات يقولوا لي لا، ويصيروا يقولوا لك إيه نحن كبيناها بالمنطقة فلان أو منطقة فلان لواحد يرتاح نفسيته، اللي هو ما منه منطق بالنهايه. ما لبنان كله واحد، وين ما كبيناها رح يرجع. واذا كبوها بنهر بيروت شفنا شو صار امبارح. وهيدي الطريقه اللي نحن اتبعناها اللي هي بيرجع بعيد كثير مؤقته ونموذج لنقدر نكفي طالما نحن مش عارفين شو فيه، لانه كل يوم بيقولوا لنا هالجمعه رح يطلع قرار رح تنحل قصه الزباله، بعدنا لهلا ما خلصنا. كمان بعد العاصفه بعد الزباله الموضبه ما جرفتها المي، كنا عم نشوف بتبين بالصور. في وحده صوره بالليل كانت متاخده انا وطالع على على بيتي، هيدا حد البيت عندي كمان، شفت انه ما في شيء نزاح، ما في شيء نهز، الاكياس بعدهم موجودين وهول الاكياس كبار.
وهيدي شغله كمان واحد كل واحد فيه يعملها ببيته وبيناته، نعم. يعني بدل ما ينطروا للبلديه تدعيهم يعملوا هذا الشيء قدام بيوتهم، بيجيبوا هول الكيس الكبار، كيس نايلون، بيرجعوا بحطوه بقلبه كيس ثاني وبيجمعوا كل زبالتهم بحطوهم بهول الكيس وبحطوهم مطرح ما بيكبوا الزباله عاده. اي كيس سامي ولا هيدي اكياس خاصه؟ لانه كيس نايلون معنا. كيس نايلون المفروض يكون ارميتيك عازل، وكيس ثاني بيكون مثل كيس الجنفيس هول بيعبوا فيه ترابي وردم، بيرجعوا بحطوهم بقلبهم، يعني في عندي كيسين هذا ليصير عازل منيح من العوامل الطبيعيه وما يصير فيه عليها تاثير. يعني بكفي انه البلديات توزع هالكيس حتى تحس المواطنين على انهم يعني ما كثير بدهم. فينا نعملها ببيوتنا، بنجمعها كل بنايه بتعمل هذا الشيء مره بالجمعه بيطلع عندها يمكن كيسين ثلاثه، مش رح يطلع اكثر من هيك. بالنهايه مسؤوليتنا بنرجع بنعيدها، ونحن مش عم نعطي ولا امثال لحدا ولا عم نجرب نقول انه في شيء غلط عم ينعمل، مش رح نفوت بالسياسه لانه كل واحد عنده راي سياسي، بس هيدي شغله تقنيه. رح ناخذ رساله من الاخبار ونرجع. توب ستوريز، عم نستقبل سامي شنيع متطوع بفرح العطاء، حملة بكفي عم نحكي عنها بالتفصيل. ما بعرف في ملف نفايات اليوم على طاولة الحوار ولا ما في؟ ما بنعرف، يعني ما بيهمنا بقى نعرف، يعني بيهمنا نكون على الأرض ونعرف شو فينا نعمل نتفادى هالشيء. ما بتفرق أي شيء. تنرجع على حملة بكفي، يعني لاحظنا إنه أول ما دعيته إنه يكون في متطوعين مش عم تتعبوا إنه يكون في متطوعين، دغري عم ينزلوا الناس ويساعدوا، هذه شغلة يعني مهمة أكيد، ولكن المتطوعين ما بكفوا وحدهم. مظبوط. هلا نحن فرح العطاء نتشرف بهذا الشيء، المتطوعين تبعنا كلهم اسود وفهود وكلهم موجودين على الارض، كل ما بنطلب منهم عم بيكونوا موجودين، بس كمان مثل ما عم بتقولي قد ما يكون عددنا اذا مش كل واحد منا ببيته بيعمل هذا الشغل ما بنقدر نوصل لمحل. وبرجع بعيده، يعني كنت سالت قبل مره انه اي متى رح تجوا لعنا على المنطقه، قلت لهم نحن ما فينا نجي لعندكم على المنطقه لانه هذا نموذج، وهذا الشيء وبين دير عم نشوف على السوشيال ميديا، عم نشوف كثير صور انه في مناطق بلبنان عم تتبع هذه الطريقه وعم تعملها. هلا هي منا هالتقنيه، منا راكت ساينس مثل ما بيقولوا، انه بس توضيب وتنظيف محل ما هو، نربح محل اول شيء، نربح وقت وبنربح وقت، بس بالنهايه يعني بده يكون في حل كمان لهالزباله، يعني زباله مرتبه. هيدا غير موضوع، هلا مش رح فوت فيه لهالموضوع، عم بحكي من هلا لنكون لقينا حل جذري للنفايات. نحن عنا هيدي الطريقه اللي عم نتبعها وبدنا الكل يتبعوها معنا، لانه حتى لو لقينا حل بكره مجرد ما نكون وضبنا هول النفايات بهيدي الطريقه هي بتصير اسهل لايجاد الحل، او الحل اللي بده يتطبق بيصير يتطبق اهين. وعلى فكره بكره في عندنا نحن كونفرنس دو بريس على الساعه 11، رح نفسر كثير منيح نحن شو عم نعمل، شو مستنظرين انه البلديات كيف تتعاون معنا، وفي بلديات عم تتعاون معنا وعم تتصل فينا وعم نقدر نتواصل معها. في بعض البلديات يلي عملت خلص سيستم كامل لها وسيستم صحي صحيح، في بلديات عملت طرق الخاصة يعني تتبعد الأذى ولكن عم تأذي غير مناطق، يعني كل مطرح في له. هلا بذات الوقت نحن اللي عم نطلقه كنا على البلديات اللي ما بتتعدى 8000 نسمة، انه ما فينا كمان نجي نعمم هذا الشيء ببيروت بهذه الطريقة، فينا بلدية بيروت هي فيها تاخذ هذه الانيشيتيف تعملها، وفي بلديات هي بطبعة الديموغرافي فيها وطبيعة الأرض فيها أهين أنه واحد يعمل هذا الشيء، مش مثل البلديات اللي فيها كثافة سكان أكثر. بس الطريقة اللي نحن عم نتبعها هي بالنسبة لحيالة كثافة سكان طالما موجودين بين 8000 و10000 نسمه كلها بتطبق وكثير هينه، وكل ما بنعملها اسرع ومداوره اكثر كل ما بتسهل علينا الامور. سامي مهتمه اكيد بحمله بكفي لانه هلا يعني ارجونس شيء طارئ، ولكن كمان مهتمه اتعرف عليكم اكثر كفرح العطاء، النموذج اللبناني اللي كثير حلو، واللي بس حتى لي ما يكون دائما النموذج اللبناني هو نموذج غلط، نموذج فاسد، نموذج يعني، واللي مش هيدي هي الحقيقه، مش هيدا هو لا الشباب اللبناني ولا الفكر اللبناني، بالعكس هن الاستثناء ولكن بالسلطه. لا نحن ما بنعتبر انه نحن الاستثناء، بالعكس نحن مرايه عن 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 اجتماعنا، عن مجتمعنا باردون، والسبب يعني البرهان على ذلك انه نحن كل ما بنكون موجودين على الارض الناس كلها بتدعمنا وبتجرب تشاركنا. نحن سلوغان تبعنا ما تشكرنا شاركنا. الهدف ديجا من الجمعيه هو اول شيء لا طائفيه لا سياسيه لا مناطقيه، والهدف تبعها هو السلم الاهلي والانصهار الوطني.
كيف نعملها؟ في عنا كثير طرق بنعملها، واهم شيء هو العمل عمل التطوعي. يعني وقت يجوا من اعمارهم 5 سنين لعمارهم 70 سنه بيكونوا عم بيشتغلوا سوا على بروجي معين، هون بيصير في التواصل بالنسبه للمجتمع تبعنا نحن بلبنان. هون بيكتشفوا الناس انه همهم واحد وبالنهايه يعني حاجاتهم وحده. نحن بنعرف هذا الشيء، نحن منا هون الا شمعه صغيره بتضوع ولنذكر انه بالنهايه نحن شعب واحد وعندنا ذات الهموم وعندنا ذات بنعتل ذات الهموم، واولادنا بدنا اياهم يعيشوا بذات الطريقه، ما 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 في شيء ابعد من هيك. بعد عندك شيء تزيده لانه خلص وقتنا سامي؟ ميرسي، ميرسي على الوقت اللي اعطيتونا اياه كمان لنقدر يا هلا هيدي واجباتنا، واكيد بكره فاذن على 11 عندكم مؤتمر صحفي للتفصيل اكثر. اهلا وسهلا فيك. ميرسي بكره. وقفه هلا وبنرجع بنتابع نحن وياكم مع باك تو سكول.